حقق كذلك الصدارة. نظن محجوب بأنه هذا كان منتظر، لأنه فريق اتحاد العاصمة هذا العام تقريبا كل العناصر اللي لعبت في المنتخب الوطني من المحليين كلها متواجدة في اتحاد العاصمة. نظن بأنه علي حداد رئيس النادي أوضح على سياسته منذ البداية، لأنه يبحث على لا سيما على البطولة الجزائرية، وكذلك بسط السيطرة على المغرب العربي وكذلك على المستوى الإفريقي. أنا باش نقص عليك سامحني رضوان، رئيس الجمعية علي حداد كان قال أنه الأهداف نتاعي مش تكون كان محلية باش تكون كذلك إفريقية، لكن كي نشوفوا مدة العقود نلقاو العقود نتاع اللاعبين الكل تمتد على عام فقط. نعم، هذا المشكل اللي حدث ربما، لأنه لما تشوف عناصر مثل خالد الموشية اللي يعتبر الركيزة الأساسية للفريق، العموري جديات كذلك اللي استقدم من البطل من جمعية شلف، نفس الشيء بالنسبة لعبد القادر العفاوي القادم من وفاق سطيف، العديد من عناصر بوشامة من مولودية الجزائر، زمموش من مولودية الجزائر، أيضا العديد من العناصر أو من النجوم اللي التحقت بهذا النادي أمضت لموسم واحد فقط. ربما هذا يطرح مشكل، لأنه لما تلعب كأس رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم راح تلعبها على موسمين، وبالتالي لو تمضي لمدة موسم واحد ربما هاد العناصر لو حققت نتائج إيجابية هذا الموسم بتحقيق البطولة طبعا راح ربما تتفاوض من موقع قوة، وراح توضع الإدارة اتحاد العاصمة في موقف حرج لتجديد العقود أو لتغيير الأجواء. العناصر ربما لما تحقق لهاش المطالب المالية تاعها راح تطالب بتغيير الأندية، ولو أنه ربما علي حداد يملك الإمكانيات اللازمة لإبقاء على هذه العناصر، لأنه كما نعرف جاء بمشروع كروي كبير، استطاع في ظرف وجيز استقدام نجوم البطولة الجزائرية كلها، رغم أنه اللي شافوا الثلاث مباريات تاع اتحاد العاصمة حقه 9 نقاط على 9، الى انه المباراتين الاوليتين يعني اللقاء الاول وخاصه امام اتحاد الحراش الفريق ما قنعش يعني من ناحية الفنيه في رغم الفوز، الى انه في المباراه الثالثه هذه بدا يلقى ريتم دو كروازير تاعو، يعني بداوا اللاعبين يدخلوا في المول كما نقولوا، واستطاعوا ان يحقوا فوز بالاداء والنتيجه امام جمعيه الخروب، رغم ان جمعيه الخروب ماهوش فريق قوي، يعني فريق اتحاد العاصمه هذا الموسم سي ليكيبا باتر، يعني كل الانديه تريد الاطاحه بهذا النادي. نظن بانه لما يتلاقى اتحاد العاصمه مع انديه كبيره اخرى ربما هنا راح يكون الامتحان الحقيقي، ولو ان البدايه تاعو هذه بدايه مطمئنه. يجب نعود كذلك في البطوله الجزائريه الى فريق وفاق سطيف اللي خسر مبارتين يعني امام مولوديه الجزائر داخل ديار اويكلو يعني بدون جمهور، وهذا المره خسر امام فريق قوي كذلك فريق شبيب جايه، ولكن داخل الديار بفريق لم نتعرف عليه تماما مقارنه بفريق الوفاق الصيفي للسنوات الماضيه. نظن بانه وفاق سطيف راح يعاني الموسم هذا بالنظر للنتائج المحققه في الجولات الثلاثه اللي شفناها الى حد الان، رغم ان اداره النادي اللي بدات تحدث لها بعض المشاكل مع الانصار اللي خرجوا غاضبين في هذه المباراه، ربما توعد بتدارك الموقف، لانه المدرب جيجار المدرب السابق لشبيبه القبائل هو اللي راح يكون حاضر بدايه من الاسبوع القادم مع وفاق سطيف، اللي نذكر بانه خير الدين ماضوي اللاعب السابق هو اللي راوي يشرف على النادي منذ رحيل. الجولة الثالثة عرفت كذلك مفاجأة، وهي انتصار الشباب قسنطينة باستحقاق بشهادة المدرب عبد الحق مشيخ على مولودية الجزائر. نعم، شباب قسنطينة نظن انه رغم الأزمة اللي راح نتحدثوا عليها فيما بعد، عدم تأهيل بعض العناصر من طرف الرابطة المحترفة الجزائرية، وكذلك تواجده في هذه المباراة بدون جمهوره، جمهور تاعه جمهور قياسي، هو من أكثر النوادي شعبية في الشرق الجزائري وحتى في الجزائر عامة. نظن بأنه شباب قسنطينة حقق نتيجة كبيرة بالفوز على مولودية الجزائر اللي سبق لها وتفوقت أويكلو دائما، المولودية تلعب المباراة الثانية أويكلو، وهذا يطرح تساؤل كبير. بداية البطولة لويكلو هذوما اللي أنتم يعني هنا في تونس مثلا داروا الويكلو إجباري، يعني الدولة هي اللي قررت الويكلو، احنا الرابطة تمنع الجماهير من الحضور، شفنا الجماهير اللي كانت في 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 سفح الجبل تشوف المباراة يعني مع خارج الملعب. نظن بأنه مباريات مثل هذه مولودية الجزائر الفريق اللي عنده شعبية كبيرة وشباب قسنطينة الفريق كذلك اللي عنده شعبية كبيرة تمنع جمهورهم من حضور المباراة هذه، ربما هذه بطاقة حمراء للرابطة المحترفة اللي راهي تقوم في عمل يعني ماناش يعني مفهمين. عقوبة للجماهير وكذلك عقوبة للمسؤول، نشوفوها عقوبة كبيرة برشا هي الإخصاء مدى الحياة. والله الوقت اعطى الحق لشباب قسنطينة، لانه الفاف والرابطة ارتكبوا خطا فادح انا حسب ما اعتقد، لانه اذا عدنا الى لا جونيس لافير يعني باش نفهموا يعني الامر يتعلق باربعه عناصر. فريق شباب قسنطينة الصاعد الجديد للقسم الوطني الاول، حقق الصعود عن جدارة واستحقاق. نظن بانه جلبوا عناصر منهم ايفوسا سام من نصر بنغازي من ليبيا،
دحمان محمد وفؤاد بوقرة، واحد من بلجيكا من نادي أوبان وواحد من نادي مجاري، هما قدموا الملفات تاعهم يوم 25، آخر ملف قدموه يوم 25 أوت، يعني قبل انتهاء مهلة الإمضاء أو التعاقد حسب الفاف وحسب الرابطة قبل منتصف ليل 25. الفاف قالت بأنه ما احترموش موعد تي ام اس اللي هو يوم 24 اوت، يعني منتصف ليل 24 اوت. نظن الفاف والرابطه ما منحوش لو كود باش تدخل تي ام اس، لانه تي ام اس هذا او نظام التحويلات الالكتروني الدولي اللي وضعته الفيفا في 2010 باش يسمح بكل البطولات في العالم تكون مركزه على مستوى الفيفا، وباش ما يصراش يعني لتفادي تبييض الاموال، لهذا اللي كانت تسرى في امريكا اللاتينيه خاصه وبعض البلدان الافريقيه اللي كانوا يقوموا بعمليه تلاعبات في تحويل العناصر او اللاعبين من بطوله الى بطوله اخرى. باش تميتريزي الفيفا كل شيء قررت بانه تقوم بنظام تي ام اس هذا اللي يسمح لكل الانديه بان تسجل، باش ما نتكلمش كثير في الامور القانونيه لانه الاستاذ موجود. انا مدبيا نتكلم على امر مهم، هو انه فريق شباب قسنطينه نعت بكل الاوصاف، تعاقب رئيس النادي لانه فريق شباب قسنطينه فريق من الجزائر العميقه، لو كانت انديه اخرى ما يعاقبوهاش كما عاقبوا شباب قسنطينه، هذه لازم نقولوها. الرابطه ارتكبت خطا فادح لانه لاول مره النادي هو اللي يروح للفيفا باش يدافع عن نفسه ويأهل العناصر هذه اللي تأهلت بين حاجة هي إجابة الفيفا. نعم، اللي هي أهلت العناصر بأربعة بمساعدة محامي مختص هو على ما أظن تونسي، السيد خالد بغرارة، اللي قام بكل العمل على مستوى الفيفا مختص في المنازعات الدولية، وتم تأهيل هذه العناصر الأربعة، ولم تقل الرابطة والفاف ما قامتش بمهامها الأساسية للدفاع على الأندية الجزائرية، وزيد على ذلك قامت بمعاقبة رئيس النادي لأنه فريق كما يقولوا فريق شباب قسنطينة فريق الزوالية، فريق الشعب البسيط، لو كان نادي آخر كبير بلا ما نذكروا أسماء كان رؤساء أندية قاموا بتصريحات أخطر من هذه وما تعاقبوش وحتى واحد ما تكلم عليهم. لما تعلق الأمر بفريق شباب قسنطينة تم معاقبة رئيس النادي الملعب وحتى العناصر لم تؤهل إلا بتدخل الفيفا. من جهة أخرى لازم نأكد على شيء، وهو أنه الرابطة المحترفة لم تقدم هذا الكود تاع تي ام اس إلى غاية يوم 9 سبتمبر، وهذا خطأ فادح. وزادوا الحاجة الأغرب من ذلك أنه رئيس الرابطة المحترفة وحتى السيقرباج وحتى المسؤولين على مستوى الفاف أكدوا وقالوا بأنه فريق شباب قسنطينة فريق يجهل القانون وهذا جهلة، يعني عيب كبير انه فريق كما هذا وقسنطينه مدينه يعني معروفه بالعلماء بن باديس الكثير من الوزراء والدكاتره تخرجوا من هذا حتى رئيس النادي جامعي، يعني عيب انه نوصلوا الى هذه الامور فيما بعد تاخذ الرابطه صفعه بتاهيل هذه العناصر في ناديها الرباعي في ربعه اهله، يعني شيء اللي يبقى الانسان يستغرب كيف الرابطه المحترفه في اول عام لها لويكلو تاجيل مباريات في حين انهم وعدوا بانهم ياجلوش مباراه، كاين مباراه مؤجله بعد غد بين شبيبه القبائل وشباب الوزداد، وكون بارازار كاين شباب الوزداد يعني اللي تاجلت له المباراه، ونعرف بلي ان رئيس الرابطه المحترفه محفوظ قرباج كان رئيس سابق لشباب الوزداد، هذا شيء غير طبيعي، في حين انهم قالوا بانه من اجلوا حتى مباراه الا ب 48 ساعه بعد عوده النادي، شبيبه القبائل عنده اكثر من اسبوع من الاعاد. نفس الشيء بالنسبه لاتهام شباب قسنطينه بكل الاتهامات اللي ظهرت بانها باطله، مش عيب انك تغلط، العيب انك ما تعترفش بالخطا، كانت قادره الرابطه تقول بانني اخطات وان الشباب قسنطينه على حق وخلاص، ما نقولوش احنا نبداو نتهموا الناس بلي جهاله واميين وما يعرفوش قانون، وفيما بعد الفيفا تجي من لوزان من سويسرا وتاهل هذه العناصر رغم انف الرابطه والفيفا والفاف.